أنهت القافلة العلاجية أعمالها بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كومومبو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة. خلال القافلة تم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية. تشمل القافلة الطبية 8 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة. النهارده معانا القافله الطبيه المتنقله التابعه لحياه كريمه. النهارده بنوصل لاقصى اقاليم الصعيد عشان نوصل لهم الخدمه الطبيه المتميزه. معانا اكثر من 10 عيادات طبيه متخصصه. معانا الصيدليه بتحتوي على اكثر من 130 صنف دواء مختلف. معانا جهاز الاشعه المتنقله زي لازم الامر. معانا معملي الدم والطفيليات. كمان معانا التحويلات الخارجيه لمستشفى كومومبو المركزي ومستشفى جامعه اسوان. اشكر سياده الرئيس على المبادره بتاعت الصحة وتوفير الحملة في الوحدة هنا للناس الغلابة والمجهودات المبذولة من سيادة الرئيس على وزارة الصحة. ونشكر الغافلة اللي أتت إلينا هنا والناس قايمين على أكمل وجه العلاج وكشف، وصراحة نظامهم منتهى الجمال والله.